لكن أدفع شنو؟ أدفع الموت عنك وعن أهل بيتك. من ضمن الذين أظهروا هذا التكريم للحسين والإكرام والإجلال حبيب بن مظاهر الأسدي، فعندما جاء إلى كربلاء سلم على الحسين، لكن إيش سوى؟ قبل الأرض بين يدي أبي عبد الله، لأن يعرف هذه الأرض مو أرض عادية، هذه أرض كربلاء، كما يقول الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه في وصفها: فاحطط رحالك في رحيب رحابها، فاقت على روض الجنان وكيف لا، وأريجها من زعفران ترابها. ولذلك قبل الأرض بين يدي أبي عبد الله. بعد جاءه السلام من سيدتنا زينب، قال: من مثلي وابنة أمير المؤمنين تسلم علي؟ إلا هي بمقام أمها الزهراء في ذلك الوقت. من مثلي وتسلم علي ابنة أمير المؤمنين؟ وإذا به يستلم رايته التي كانت أعدت لأنصار الحسين، تناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمين وقال: طابت للمني، أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عندي الحرب عيد، نعين موت بمعزة ولا نعيش بطاعتي زيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي، والله يا ابو السجاد انا لو قطعوني وذروا عظامي في الثرى وتال انثروني، 70 مضرة الفعيل يجري على، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي وأهلي وظنوتي كلها في ذلك، كل شيعتك تهتك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. والتفت لأصحابه ودمعات جرية، قالهم: يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا بعد ما ننفني كلنا سوية. قال للبطل عباس: ما ترضش يمنه، المطلوب أخونا والحرم كلهم حرمنا، وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا، منشور بيدي وإخوتي تمشي بفيا. قال للشهيد حسين: يا ضنوتي المختار، خلها يا أخويا تروح جدة من الأنصايا، منا ومنهم يا الأخو تتقصف أعمايا، وأجسادنا تبقى علي الغبرة رمية. وإذا بحبيب يحث أصحابه على نصرة الحسين، وإذا به في يوم العاشر من الموفين بعهدهم عند أبي عبد الله، حتى أنه بالغ في النصيحة والموعظة لأهل الكوفة،
ولما طلب الحسين أن يصلي عند صلاة الظهر قال له الشمير إنها لا تقبل منك. ثار الغيور حبيب وقال زعمت أنها لا تقبل من ابن بنت رسول الله وتقبل منك، وإنما أنت بهيمة لا تفقه ما يقول الحسين. فعندئذ ثار اللعين التميمي وحارب حبيب وقت الصلاة، يعني كان معاندا أفاكا لحبيب. فعندئذ شد عليه حبيب مغضبا حتى ضرب فرس الحسين بن النمير التميمي على رأسه، فشب به الفرس، أراد أن يجهز عليه حبيب، فاستنقذه أهل الكوفة. نعم، حمل عليهم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وليث يزأر. شدع الحبي شدع الميمن وصدام يسرى الأعادي، واظلم نهار الكون من لطمي الهنادي، وغمرة أبو مظاهر تشوع وهو ينادي نفسي في ذلك يا بقية بيت لطها، والقلب ضامي ملتضي ما ضاق شربا، وحول عليها وخلت الفرسان دربا. لن الرجل صمم الضرب بوسط قلبه، استصرخ اللعين ابن النمير بالعسكر. فعندئذ هجموا على حبيب وهو مشغول بذلك اللعين، آجركم الله، فضربه أحدهم على رأسه بالسيف، وضربه الآخر بالرمح في خاصرته، فوقع حبيب إلى الأرض متشحطا بدمه. فأسرع الحسين إليه وقد انهد الحسين بمقتل حبيب، وهو يقول عند الله أحتسب سرات أصحابي، رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. وقرأ قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم جعل ينادي بعد أن قتل أصحابه يا حبيبي يا حبيبي، ويا زهير بن القين، ويا مسلم بن عوسجة. جاءته أخته زينب نادت يا أبا عبد الله قطعت فؤادي، لمن تنادي؟ أتنادي أجسادا على الغبراء؟ ما تريد منه؟ قال أنا أخوك الحسين وقد بقيت وحيدا، فريدا لا ناصرا لي ولا معي إلا لمساعد الله، ظليت بغير ساعي 70، ما ظلي من 70 واحد، ظليت مفرد بين مرتابين نجاحي،
ما بينهم كالطير مكسور الجناح، وتقدموا للموت قبل إمامهم، وهنا يجوز تقدم المأمومين.